يلا رولي كيو. تقريبا اغلب الناس عندهم مشاكل نفسيه، واغلب الناس يعرفون خطوره الامراض النفسيه، بس ليش عندنا عيب اللي راجع طبيب نفسي؟ ليش اللي راجع طبيب نفسي يباعوا له بالعين الصغيره او يقولوا له مخبر؟ احنا بحياتنا احيانا ننصدم وننقهر ونتكئب، من يسالنا احد نقول له والله ماكو شيء كآبه، مكتئب، بس يا جماعه انك تنقهر وتحس روحك مختنق هاي كلها ما لها علاقه بالاكتئاب ترى. الاكتئاب او ديبرشن هو فد شيء عميق وخطير وما حد يعرف احساسه الا المصاب به. منظمه الصحه العالميه بموقعها الرسمي تقول اكو 300 مليون انسان بالعالم مصاب بالاكتئاب، وسنويا ينتحرون 800 الف انسان بالعالم، يعني تقريبا كل دقيقة ونص ينتحر انسان بهذا الكوكب غالبا من وراء مرض الاكتئاب. ولما منظمة الصحة تقول هيك رقم يعني الموضوع مو شغال. فالمعلومات فقط، اغلب المصابين بالاكتئاب هم ناس اذكياء وغالبا معلوماتهم كلش قوية ومنطقيين جدا، يعني هو مو شخص بطران وعجبته السالفة ودراما كوين. فاذا قابلت شخص باكتئاب وخاصة اذا هو مشخص نفسه على انه هو عنده ديبرشن او اكتئاب، اكو عدة تصرفات لازم ما تسويها قدامه. اولا لا تحاول تسوي روحك تفتهم بالمشاكل النفسيه وانت ما تفتهم، هالشيء كلش متعب، والامراض النفسيه فتشي كلش عميق. ثانيا لا تتعامل بشفقه، مريض الاكتئاب ما يحتاج الشفقه الواضحه الاوفر مالتك، كل اللي عليك تسويه خلي عندك تقبل للمرض وخليك طبيعي ويا المريض. ثالثا ابد لا تستهزئ بالموضوع، الاكتئاب مرض عميق وما يتعالج بسهوله، يحتاج سنين واحتمال ما يتعالج اساسا، وبعض الناس من يتعالجون منه يرجع لهم باقل صدمه. رابعا اذا شخص مقابلك مصاب بالاكتئاب وشفته لا بروحه من الدنيا، لا تقول له قوم خذ لك فره هسه تصير زين ولو غير جو. حبيبه ما ضايج لانه ما نجح بالامتحانات، ولا ضايج لانه متعارك ويا ابوه، هو مصاب بالاكتئاب، يعني اذا غير جو او اخذ فره ما راح يحس بشيء، جزء يشوف الدنيا ابيض واسود عادي، حرفيا يشوف الدنيا ابيض واسود. خامسا غالبا المصابين بالاكتئاب ياخذون ادويه، وادويه انليجل ما تنطي الا بوصفه طبعا هاي الادويه، وهاي الادويه مدى قوتها وخطورتها وبالقوه تنطي تاثير مالتها على هذا المصاب، فتخيل انت. سادسا لما تعرف الادويه ايش قد خطيره وتشوف مصاب بالاكتئاب ياخذها، ابدا لا تقول له عوف الادويه هاي تدمرك وانت تقدر تعالج نفسك من الاكتئاب لما تطلع من المود وتصير احسن، لا، هاي الادويه دا يكتبها طبيب، وهذا الطبيب دا يكتبها لانه دا يشوف المريض واصله مرحله متقدمه عنده بالاكتئاب. فالاكتئاب مرض مهين ويختلف من شخص لشخص ومن حاله لحاله، فلا تصيرون فطر بالتعامل ويا مصابين الاكتئاب لان انت تدمرهم اكثر، يعني اذا ما تفتهم بالاكتئاب ما مجبور تحكي، استقر اسكت، مو ضروري تسوي روحك تفتهم بالموضوع، انت تدمر المقابل. وانا اعرف كل زين انه انت مو قصدك تأذيه وتريد تساعده، بس اذا انت ما تعرف شلون تساعده فانت راح تأذيه بالزايد. نصيحه، الامراض النفسيه مو عيب، اذا تحس نفسك عندك خلل او مشاكل نفسيه فكلش طبيعي تراجع طبيب حتى يشخص الحاله مالتك ويحاول يساعدك قبل لا يكبر الموضوع عندك. احنا بشكل عام بحياتنا لما تكون مولود ببيئه ما عندها اي معلومات عن الامراض النفسيه، نجمع الامراض النفسيه كلها تحت كلمه مخبل وما عندهم اي احترام او اي مراعاه للانسان المصاب بامراض النفسيه. مع العلم الامراض النفسيه اخطر من الامراض العضويه، تقريبا تعتبر الأمراض النفسية ثاني أكثر أسباب الوفيات بالعالم. أنت إذا مصاب بإسهال أو وجع رأس أو إنفلونزا تأخذ أدوية تتعالج، بس الاكتئاب ما راح يتعالج بيوم ويومين واحتمال ما يتعالج. والمشكلة الأكبر إنه الناس تباع للشخص اللي يحاول يتعالج من الاكتئاب من خلال أدوية باعوا لك كمدمن مخدرات ويخافون منه لأنه أدويته غير قانونية وما تنباع إلا بوصفة. وأهم شيء أنت ما مجبور تتفلسف قدام شخص مصاب بالاكتئاب، ترى اللي بيه مكفي.